الأسبوع اللي راح في يوم الأم طرحنا قضايا بعض أمهاتنا بسبب فقدانهم لأبنائهم أو ابتعاد أبنائهم عنهم، وكل أم عبرت عن أحلامها البسيطة اللي تتمناها. سعينا في برنامج الراي مع أيادي الخير اللي بادرت وتواصلت معنا، سعينا لتحقيق أحلام أمهاتنا. هذه الصراحة من الفقرات اللي تثبت شقد أهل البحرين يحبون الخير ويبون المساعدة وعندهم مبادرات. دائماً تأكد على أن مملكة البحرين بلد العطاء بالمرتبة الأولى، لأن النفس البحرينية تعودت على فعل الخير وعندها الرغبة الكاملة في التقصير عن نفسها علشان تسعد الآخرين. خلينا نشوف هالتقرير وبنرجع معكم. حلمي شو قلت؟ حلمي يمكن ضحكنا على حلمي. سيارتي توايرها الأصليين خب كلها راحت، وثانياً الهران خراب، الشيوزات خرابة، كل شيء خراب، كل شيء كل ما رحنا شيء طلع شيء. عندي أذي، عندي حجرة هني أقف وأسويها مطبخ، ما أقدر يا أمي أقوم من هني وأسوي لي حتى قطرة شاي، والله أسوي لي حاجة. الحلم يعني مثل شنو؟ أتمنى مالي حال، يعني أنا كلنا قاعدين في هالحجرة هاي اللي أبي من الحياة، ويسوون لي حجرة في حجرتي اللي تلوع الكبد. والله إذا صلحتوا السيارة عيوني لكم فرغ وريهم تفرغ، بس إلا محرق لا تبين أوجه المنا أي مكان إلا محرق قولي لا، ما أحب محرق دواعي محرق وهي محرق. يا ريت علشان نشوف عيالي حلال كذي تشوفين زيها. يا ريت اتمنى. اوه يا يما، انا من الاسوان الاول اعرف كل شيء، اطبخ اسوي لكم مضروبه. ما تعرفي مضروبه؟ تعالوا والله عيوني لكم حبايبي، عيوني لكم.
اللي شفناه قبل ليكون مفرح هو فخر لنا وللبحرين. حب الخير سمة وصفة من صفات هذا الشعب الوفي واللي نفتخر فيه. شكرا للقائمين من فريق البرنامج على هاللفتة الطيبة، وشكرا للفرق التطوعية اللي ساهمت واللي رفضت حتى هي ان احنا نشكرها او نشكرها بالاسم على الهواء. معانا على الهاتف امنا ام حسن. مساك الله بالخير يما. مساك الله بالنور والكرامة حبيبتي. يوم انت قلتي في التقرير اه اخ، ولا احنا ولا هل البحرين هان عليهم انك تقولين اخ. عسى الله يسلمك ويسلمهم، ما يقصرون والله، والله ما قصرت والله يا يمه، ما قصرت، رايتكم بيضاء وكلهم ما شاء الله عليهم، الصبيان والبنيات ما شاء الله عليهم، وخاصه هيفاء بعد نظر عيني حبيبتي الله يعطيها الصحه والعافيه هيفاء. والله بعد قلبي والله العظيم ما قصرت عميري، يعني ما يستوي يعني، بس ما قاعد خليني اصيح يعني، والله صارت لي ازل من البنت، أزل من البنت بعد قلبي ما يحتاج يعني، تراكض وتروح وتيي وغيره وتبي، بس تبيني بس أنا ما يحتاج. وأنا قلت له إن شاء الله بعد أنا في قلبي كذي هاللون يعني، بس ما أدري شلون قلت له إن شاء الله لين استوى المطبخ، وبعد استوى ترى المطبخ الجديد ما تعالوا ترى أنتم كلكم معزومين على مضروبة عندي في المطبخ. الله مضروبة؟ إي والله مضروبة، أنا واحدة أحب المضروبة فأكيد بيج. الله حبيبتي عيوني لك حبيبة قلبي يعني. الله يسلمك تستاهلين كل خير يا أم حسن. والله بعد قلبي اي والله العظيم، بس والله تدرين بعد اي والله تدرين وهاللون وذي يعني على الظروف وعلى هاي العيشه وعلى المعيشه ترين يعني بعد الانسان. تستاهلين يعني كل خير يا ام حسن، واحنا كلنا عيالك ان شاء الله وكلها للبحرين عيالك، واكيد ما حد فينا راح يقصر عليك في يوم من الايام. عسى عمرك طويل يا يمه. الله يسلمك. الله يسلمك طول في عمرك. مشكوره يا ام حسن وعليك بالعافيه المطبخ. الله يسلمك وعافيك. عاد ترى مثل ما قلت لك ترى المضروبة لازم توصلكم، والله تيوني عاد انت تشوفون مطبخ. الله يسلمك. الله ان شاء الله يعطيك الصحة والعافية. مشكورة حسن.